في نوفمبر 1974 تبنت القمة العربية قرار يعترف لأول مرة بمنظمة التحرير الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وكان رئيسها في هذاك الوقت الزعيم ياسر عرفات. بس الحاجة اللي بالك ما على بالكش بيها هي أن ياسر مش اسمها الحقيقي. محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني المكنى بأبو عمار زاد في مدينة القاهرة بالمملكة المصرية في 4 أوت 1929، وكان الابن السادس لأسرة فلسطينية تتكون من 7 أفراد، وهو من عائلة الحسيني اللي تعتبر من الأسر المقدسية المعروفة اللي قدمت الكثير للتاريخ الوطني الفلسطيني. فوت صغره في القاهرة، وبعد وفاة والدته انتقل للقدس، عاش فيها شوية وعاود رجع للقاهرة اللي كمل فيها تعليمه الأساسي والمتوسط. وفي فترة شبابه كان يضل في المظاهرات لإرجاع القدس، وكان يتردد بزاف على الأحياء اليهودية، وهتم أكثر بقراءة أعمال كتاب يهود منهم ثيودور هرتزل اللي يعتبر مؤسس الصهيونية الحديثة. وكان يبرر عرفات هذا الاهتمام أنه يحاول يتعرف على عدوه، وقعد هكا حتى بعد ليلتحق بجامعة الملك فؤاد لدراسة الهندسة المدنية. وفي حرب 1948 ترك عرفات الدراسة والتحق بالجيوش العربية وحارب مع الفدائيين، وانضم للجيش المصري ورجع بعد 1949 للقاهرة، واستكمل قرايته ونشاطه السياسي حتى اللي تخرج. بعد تسريحه من الجيش راح للكويت وخدم فيها كمهندس، وفي نفس الوقت بدأ تماك يأسس في حركة فتح اللي هي اسم مختصر معكوس لحركة التحرير الفلسطيني. ظلت حركة فتح بقيادة عرفات تنفذ عمليات مسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى لحرب 5 جوان 1967، اللي انهزمت فيها الجيوش العربية وسيطر الاحتلال الإسرائيلي على مناطق منهم غزة ومنهم الضفة الغربية. وأدت هذه الخسارة إلى استقالة أحمد الشوقيري من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، وانعقدت قمة اللاءات الثلاث، واعترف جمال عبد الناصر أن ياسر عرفات هو الزعيم الفلسطيني. بصح الحاجة اللي برهنت للعالم أنه صح زعيم وطلعت علامه هو هذه المقولة: إننا نريد أن يعرف العرب والعالم كله أيضا أننا لن ننسحب من المدينة. والمدينة اللي راه يحكي عليها هي قرية الكرامة اللي كانت مكة اللاجئين الفلسطينيين وهدف الهجمات الإسرائيلية، وكان متواجد فيها ياسر وين جاته تحذيرات أن جيش الكيان غادي يشن هجوم واسع النطاق، واقترحوا عليه المغادرة باش يسلم، وغادر بعد هذا التحذير العديد من الأنظمة إلا ياسر عرفات. وكما كان الحال في ليلة 21 مارس 1968، هاجمت إسرائيل قرية الكرامة بالأسلحة الثقيلة والعربات والمدرعات والطائرات. بصح كاع هادشي وبقات حركة فتح صامدة بقيادة أبو عمار، إلى أن تدخل الجيش الأردني واضطر جيش الاحتلال يتراجع، ورغم موت 150 مقاتل من فتح و20 جندي أردني مقابل 28 جندي إسرائيل، إلا أن حركة فتح اعتبرت روحها ربحت خاطرش أجبرت جيش الاحتلال على التراجع لأول مرة. وبعد هذه الواقعة دخل ياسر عرفات التاريخ من أوسع أبوابه، وتحط صورة غلاف مجلات عالمية ولا هو البطل القومي. وبعد سنة واحدة في 3 فبراير 1969 يتولى ياسر عرفات منصب رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، ليواصل نضاله وهو هذه المرة القائد الأعلى لجيش التحرير الفلسطيني. وفي مؤتمر القمة العربي السابع أعلن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتم قبول عضويتها كعضو كامل الصلاحية في جامعة الدول العربية. وفي عام 1974 ولى أول شخص في منظمة غير رسمية يلقي خطابها الغير عادي، وينددد بالصهيونية وقال أشهر عبارة وجهها لإسرائيل: إن المسدس في يدي وغصن الزيتون في اليد الأخرى، فلا تسقط غصن الزيتون من يدي. وكسب بهذا الخطاب قلوب الناس في كل العالم، وواصل كفاحه ونشاطه السياسي. وكانت ذروة هذا النشاط إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر سنة 1988. دافع على فلسطين وجرب كل الحلول من مقاومة مسلحة إلى معاهدة واتفاقية سلام، تعرض للحصار وحتى حادث طيارة، وكرس حياته للثورة الفلسطينية. في 11 نوفمبر 2004 أعلنت السلطة الفلسطينية وفاة ياسر عرفات واندفن في رام الله، بعد ما رفض الكيان الإسرائيلي أمنيته وهو أنه يدفن في القدس. كثير من الناس بما فيهم طبيبه الشخصي يعتقدوا أنه مات نتيجة عمليات اغتيال بسم طويل الأجل، فيما يقول البعض الآخر أنه توفى بسبب المرض بعد حياة مشرفة. وهكا وصلنا إلى نهاية الحلقة، واللي كان بالك ما على بالك بيه على ياسر عرفات راه على بالك بيه دروي. سلام سلام.